قلت لهم الاجتماع اللي انا رايح ليه دوك تمهيدي الغدوه، حنا نديروا اجتماع تاع مرشحين. قلت لهم هذا الاجتماع اللي انا رايح ليه درك ديروا في بالكم باللي كيما تاع وهران. قالوا لي سي تادير. قلت لهم انا رايحين يجمعوا المرشحين على مرشح واحد متقوب فارغ باش يتبعوه كاع الشعب والجمهور هذوما والمتتبعين تاع كاع المرشحين يروحوا معاه، والاخرين يجبدوا رواحهم. كي يجبدوا رواحهم الغاشي كاع يروح معاه يرميهم في البحر وحمي فوطي. ومن بعد يطلع لنا غديري جديد واحد اخر، شكون غديري تاع دوك؟ يبعثوا لنا ان كاز يدي الناس كونتخ بيي، ومن بعد يدخل المرشح الحقيقي اللي هو غديري. كما عبد القادر غزال في الخطه تاع سعدان، سي ان جوار سون بالون اللي يدي لي ديفونسور، هو ما يلعبش بالبالون، ما عندوش بالون، جوار سون بالون، كونديدا سون دوسي، مرشح بدون ملف بدون برنامج. خدمته يدي المدافعين ويدي الجماهير، يديهم دو كوتي باش المهاجم الحقيقي يدخل يسجل الهدف. شكرا. باش يدخل يسجل الهدف. قلت لهم فات اتونسيون رايحين يعاودوا لا دوزيام بارتي نتاع اجتماع وهران. الو فيصل، شكون هو نكاز تاع هذه المره وشكون هو غديري تاع هذه المره؟ قلت لهم نكاز تاع هذه المره هو بن نعمان. قالوا لي كيفاش عرفت بلي بن نعمان؟ قلت لهم عبالي بلي بن نعمان حسابيا لا يمكن ان يكون احد من غير بن نعمان، حسابيا مستحيل يكون واحد اخر من غير بن نعمان. سبحان الله الصدف يتشابهوا. الاخر ما عندوش اقامه 10 سنوات في الجزائر، وهذا كذلك ما عندوش اقامه 10 سنوات في الجزائر، باش تفهموا بن نعمان وين كان ساكن في الجزائر، مستاكن في الجزائر بصفه متواصله. المهم هذا الشبه الاول. الشبه الثاني اسمه انتشر بسرعه غير معروف وحنا يعرفوا ما كناش اسمه، ما كانش ما خدمش هنا، قال في الاداره الجزائريه داخل الجزائر واش دار ما نعرفوهش مليح مليح، مجاهد لكن ما نعرفوهش مليح. اثنين ثلاثه يافي دو مو زوج اسماء كانوا يمشوا. انا كيفاش عرفت بلي بن نعمان؟ باش نقول لكم باش تقولوا فيصل كيفاش عرف. يافي دو نو كانوا 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 كان الاول، باش نكون صريح معكم باش ما نكذبوش على هذه وقائع صراو، خلوهم للتاريخ. سيت ان لايف اللي ممكن راح يقعد بالك ديزاني ديزاني، الوغ انسان ما يكذبش. المرشح الاول اللي كان اسمه بزاف التعليقات نشوف فيه ويروجوا له والناس بداو يقتنعوا به ارتاحوا له، خرشي نوي خرشي نوي. والثاني بن نعمان، ثاني بن نعمان باش يجوا مرشحين اخرين ما يخلعوكش. شوف العجيب في الجزائر والغريب في الجزائر انهم اللي جابوا الاستمارات بالخف، واحد ما يهضر عليهم في الفيسبوك الناس قاعد تسب فيهم، بصح بالخف يجيبوا استمارات، واللي الناس قاعد تشكر فيهم في الجزائر ويحبوهم ما يجيبوش استمارات وما قدروش يلموا استمارات. سي نورمال، شو يصرى؟ ما تجيكمش هذه شغل بيزار هذا ما غير مقبول شعبيا، الناس كل تشتم فيه في الفيسبوك رانا نشوفوا فيهم اصاحبي، واحد ما يقبلوا فاميلتو ما يقبلوش، ماشي محل مرتو تقول انا نفوتي ضدك، بصح يجيب الاستمارات بالخف. واللي يحبوه الشعب ورا بعض الشعب ورا يروجوا له يعني عنده قبول نسبه قبول، ما يقدرش يجيب يعني ماشي الشعب اللي يوقع ولا شنو حبي يقول، ماشي او الشعب هو معاه هذا ما مش معاه هذا، هذا جاب وهذا ما جابش، سبان نورمال حبي يقول ماشي الشعب اللي يوقع، واش شكون اللي يوقع في هذه الاستمارات هذوما؟ قلت لكم واحد النهار التوقيعات ماشي الشعب اللي راه يوقع. انا مازال ما شفت واحد مرشح يمشي في طريق يقول الناس جمعوا لي توقيعات. المناضلون بلا عنوان في كل مكان، خبزي والزيت والبنان. اي سي سا يسمح لي وديع الصافي على الاغنيه تاعو اللي عوجتها له كاع، لكن لا غالب الانسبيراسيون الجيريان هذا واش شفنا في الجزائر يا اخي العزيز. نقطة الختام. لقد سائل كركوش ألا تخجل من نفسك حين تقوم بالاستبرداع للعقول السبتمبريين البنديسيين. فقال كركوش والله حشا نحشلهم، بل أتدرب على مجالي التمثيل بتعليمهم للكلمات اللغة الفرنسية بطريقة التحليل الهزلي هذا مكان.